جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في سؤال آخر يطلب لو تكرمتم الحديث عن قيام الليل. قيام الليل من أفضل صلوات النوافل، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا صلى المسلم من آخر الليل ما تيسر له تعرض لهذه المناسبات الكريمة والنفحات العظيمة، حريم أن يحصل على الخير الكثير. الله تعالى يقول في وصف المتقين: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى وقال سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى غير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على فضل قيام الليل، وهو داء الصالحين ومكفرة للذنوب وداء وطرد للداء عن الجسد كما جاء في الحديث. قيام الليل فضله عظيم وخيره كثير، فينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من قيام الليل ولو قل، كل ما كثر فهو أحسن، ولكن ولو قل فإنه لا يحرم نفسه من قيام الليل، وخصوصا في آخر الليل وقت النزول الإلهي وفي الأسحار، فإن هذا مظنة الإجابة. نعم.